وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. أقول هذا الحديث من الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مخرج في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، ومن أجل الأحاديث الدالة على فضل الفقه في الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله عز وجل به الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة فإنه ييسر له هذا العلم وهو الفقه في الدين. القيد هنا أنه فقه في الدين. ومن دلائل هذا الحديث المهمة جدا أن المهم لا مجرد حفظ النصوص الشرعية، وإن كان حفظها أمرا فاضلا، لكن الخيرية الحقيقية إنما تنال بالفقه في الدين. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يحفظه الدين، وإنما قال: يفقهه في الدين. فالفقه وهو الفهم العميق في الشريعة هو الذي تنال به الخيرية، وإلا كم من حافظ لكتاب الله لا يفقه كلام الله عز وجل، وكم من حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن خير محفوظ هو كلام الله، ثم يليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك فإن الخيرية لا تنال إلا بفقه الكتاب والسنة، لا بمجرد الحفظ. وسيأتي أيضا مزيد بيان لذلك من كلام أهل العلم فيما نستقبله من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. من أهل العلم من أراد يعني يبين مراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فقال: يمكن أن ننطق بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، فنقول: من يرد الله به شرا لا يفقهه في الدين. من يرد الله به شرا لا يفقهه في الدين. ويمكن يحمل هذا ويكون له معنى صحيح إذا كان بمعنى انعدام الفقه في الدين تماما، ولا يخلو مسلم على وجه الأرض إلا وعنده قدر من الفقه في الدين. مجرد أن ينطق بشهادتين هذا قدر من الفقه في الدين. فمن حرم كل قدر من الفقه في الدين فقد أراد الله به شرا، لأنه سيكون كافرا. الذي لا يعرف حتى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يدرك معناها، ولا ينطق بها، ولا يؤمن بها، فقد أراد الله به شرا، يعني بمعنى أنه لم يوفق للخير. إرادة الشر وإرادة الخير هنا بمعنى أنه لم يوفق للخير ولم يوفق للشر.